السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 13/2/2022 في الجولة 24 من الدوري الأسباني. متابعينا الكرام، اليوم ديبورتيفو ألافيس فاز على فالنسيا 2-1، أحرز دافاي ألافيس نادية في الدقيقة 14 وخوسيلو من ضربة جزاء في الدقيقة 76. اللاعب غديس أو وغونزالو غديس سجل هدف فالنسيا في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وبعتذر اني وقفت يعني في الفيديو انا. ليفانتي خسرت من ريال بيتيس 2-4، احرز دفاع ليفانتي دانيال الكون في الدقيقة 43 ونفس اللاعب في الدقيقة 47. اهداف ريال بيتيس في الدقيقة 14 اللاعب نبيل فقير، وفي الدقيقة 29 جونزاليز، وفي الدقيقة 42 كارفاليو، وفي الدقيقة 49 نبيل فقير ايضا سجل الهدف الرابع والثاني له في المباراة. ريال سوسيداد فازت على غرناطة 2-0، أحرز دفاع ريال سوسداد ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء في الدقيقة 37 ورافينيا الكانتارا في الدقيقة 74. وعندنا إسبانيول تعادلت أمام برشلونة 2-2، وأحرز هدف برشلونة في الدقيقة 96 بعد طرد اللاعب ميلامد لاعب إسبانيول في الدقيقة 93، خد إنذار بعد كده طرد على طول، وأحرز دفاع إسبانيول سيرجي داردير في الدقيقة 40 وراؤول دي توماس في الدقيقة 64. اما هدفي برشلونه ففي الدقيقه الثانيه عن طريق اللاعب بيدرو لوبيز، اما هدف التعادل ففي الدقيقه 96 زي ما قلنا عن طريق لوك ديونج. هدف لبرشلونه انقذ برشلونه من الهزيمه وحصلت على التعادل 2-2. وطبعا الكرام، الجوله بدات يوم الجمعه الماضيه، يوم الجمعه 11/2 اشبيليه فازت على اليتش 2-0. امس السبت 12/2 قادش تعادلت امام سيلتا فيجو 0-0، فياريال تعادلت امام ريال مدريد 0-0، رايو فايكانو خسرت من اوساسونا 0-3، واتلتيكو مدريد فاز على ختافي 4-3. كده عندنا باقي مباراه واحده، مباراه اتلتيكو بلباو امام مايوركا غدا باذن الله تعالى الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الاسباني المركز الاول ريال مدريد ب 54 نقطه، اشبيليه المركز الثاني ب 50 نقطه، ريال بيتيس المركز الثالث ب 43 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع ب 39 نقطة، برشلونة المركز الخامس ب 39 نقطة، بس أتلتيكو مدريد وبرشلونة لهم مباراة مؤجلة. ريال سوسيداد المركز السادس ب 38 نقطة ولهم مباراة مؤجلة أيضا. فياريال المركز السابع ب 36 نقطة، أتلتيك بلباو المركز الثامن ب 34 نقطة، أوساسونا المركز التاسع ب 32 نقطة، سيلتا فيجو المركز العاشر ب 31 نقطة، رايو فايكان المركز الحادي عشر ب 31 نقطة ولهم مباراة مؤجلة، فالنسيا المركز الثاني عشر ب 30 نقطة. اسبانيول المركز الثالث عشر ب 28 نقطة، اليتش المركز الرابع عشر ب 26 نقطة، ختافي المركز الخامس عشر ب 25 نقطة، غرناطة المركز السادس عشر ب 24 نقطة، مايوركا المركز السابع عشر ب 23 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز الثامن عشر ب 20 نقطة، قادش المركز التاسع عشر ب 19 نقطة، وليفانتي المركز العشرين والأخير ب 11 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد المركز الاول ب 17 هدف، المركز الثاني راؤول دي توماس لاعب اسبانيول ب 13 هدف، والمركز الثالث اخوان لاعب ريال بيتيس ب 12 هدف، وخوسيلو لاعب ديبورتيفو الافيس، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الرابع انيس اونال لاعب ختافي ب 11 هدف، ياغوس باس لاعب سيلتا فيجو، والمركز الخامس انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد ب 10 اهداف. بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف، المركز الاول اللاعب اوسكار بريخو لاعب رايو فايكانو صنع 9 اهداف، المركز الثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع 7 اهداف، والمركز الثالث دانيال لاعب فياريال ب6 اهداف صنعهم، ونبيل فكر لاعب ريال بيتيس، والمركز الرابع غونزالو غوديز لاعب فالنسيا صنع 5 اهداف، ومنوين لاعب اتلتيك بلباو، وجوردي البا لاعب برشلونه، وسيرجي مول لاعب اسبانيول، وتوماس ليمار لاعب اتلتيكو مدريد، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، وانيك كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد، وخورخي دي فروتوس لاعب ليفانتي. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.